لتغيير وتصرف المضمر أول مالك على مطيته حتى خط النهاية والسبوق تثبت جدارته. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، أرى اللي على المقدمة مياسة للسيد صالح بن يمعة بن مبارك على مقدمة هذا الشوط. ناخذ اللي في المركز الثاني، وفي المركز الثاني جبارة اللي في المركز الثاني جبارة العودة للسيد حمد بن سالم بن سليم الاجتبي. وفي المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث مصيحة، في المركز الثالث للسيد هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. وفي المركز الرابع شايمة، في المركز الرابع للسيد عبيد بن مهير بن سالم الشامسي. وفي المركز الخامس زعفرانة للسيد خالد بن عبد الله بن خميس بن سعيد اللي في المركز الخامس. وفي المركز السادس الكورة للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السابع النشمية للسيد عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن، وفي المركز الثامن في هذه اللحظات أرى اللي في المركز الثامن من حافل السيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع هملولة للسيد سعيد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. وفي المركز العاشر مصيحة للسيد حمد بالعود بن سعيد العامري. هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط وبنشوف اللي في المركز الأول في هذه اللحظات لا زالت على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات. مياسة للسيد صالح بن يمعة بن مبارك على مقدمة هذا الشوط. مياسة العود، مياسة الشكل، مسيطرة منذ البداية وحتى هذه اللحظات. نشوف اللي في المركز الثاني، واللي في المركز الثاني هنا جبارة العودة للسيد حمد بن سالم بن سليم الاجتبي قادمة من المدام. يا سلام. ناخذ اللي في المركز الثالث، وفي المركز الثالث مصيحة للسيد هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. وفي المركز الرابع شايمة، في المركز الرابع للسيد عبيد بن مهير بن سالم بن خميس الشامسي. وفي المركز الخامس نشبة واصلة، تبى تسوي نشبة للسيد عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. وفي المركز السادس زعفرانة للسيد خالد بن عبد الله بن خميس بن سعيد. وفي المركز نشوف اللي في المركز، ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السادس ولا المركز السابع؟ المركز السادس هنا زعفرانة للسيد، غيرت من المركز السادس إلى الخامس زعفرانة للسيد خالد بن عبد الله بن خميس بن سعيد. وفي المركز السادس هنا مصيحة لسيد هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. وفي المركز السابع الكورة للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن من حافل السيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي هي الآن في المركز الثامن. وفي المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات هملولة للسيد سعيد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. وفي المركز العاشر هنا مصيحة للسيد حمد بالعود بن سعيد العامري. يا سلام يا بالعود، تذكره بالاسم، اسم مصيحة الذي صالت وجالت على أرضية ميدان ميادين الدولة اللي كان يضمرها حمد بالعود العامري، وهي للمغفول له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان رحمك الله وطيب الله ثراك. ها هي مصيحة أيضا تيمنا على مصيحة، هذه مصيحة وإن شاء الله بتكون مثل مصيحة يا حمد يا بالعود يا العامري. هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، نرجع إلى المنافسة، نرجع إلى التحدي مع شعار أبو محمد على المقدمة. يا سلام مع شعار دكتور الأصايل. يا سلام. ها هي نشبة تغير إلى المقدمة
لكن هناك مياسة لها كلام ثاني، مياسة على المقدمة، مياسة للسيد صالح بن يمعة بن صالح بن يمعة بن مبارك على مقدمة هذا الشوط، وهي تحمل شعار مرغم الذي صال وجال على أراضي ميادين الدولة وخارج أراضي ميادين الدولة. الشعار المميز، شعار الرموز، متواجد على ظهر مياسة، مياسة الشكل، مياسة العود، والملكية للسيد صالح بن يمعة بن مبارك على المقدمة. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني نشبه للسيد عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثالث زعبرانة للسيد خالد بن عبد الله بن خميس بن سعيد، وفي المركز الرابع مصيحة للسيد هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، وفي المركز الخامس شيمة، في المركز الخامس للسيد عبيد بن مهير بن سالم بن خميس الشامسي، وفي المركز السادس جبارة العودة للسيد حمد بن سالم بن سليم الاجتبي، وفي المركز السابع الكورة للسيد مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وفي المركز الثامن من حافل السيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، وفي المركز التاسع نشوف المركز التاسع والعاشر التغييرات. المركز التاسع مصيحة للسيد حمد بالعود العامري، وفي المركز العاشر نشوف اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات، شرايين للسيد الدكتور علي رضا الهاشمي، متواجد مع شرايين، أول لدى الشرايين تخطف المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة، إلى المنافسة. يا سلام يا سلام، ركض تلقائي حتى هذه اللحظات بدون أي أوامر تذكر من الإخوان الملاك والمضمرين والمدربين، ركض تلقائي واستعراض تلقائي حتى هذه اللحظات، والسيادة مع مياسة، مياسة العود، مياسة الشكل على مقدمة هذا الشوط. ومثل ما قال أبو حمد، ما دام عندي من سلالة مياس يهبني من مطلعي كوس، يا سلام، سواء بكره أو قعود، دام هذه السلالة موجودة ما عليك خوف دامها. يا سلام، شفنا بنت مياس عند بالعجوي الشوط الأول خطفت المركز الأول، والآن هنا مياس أيضا هي الأقرب للفوز للسيد صالح بن يمعة بن مبارك على مقدمة هذا الشوط، هي أيضا من سلالة مياس، سلالة صوغانية ودماء صوغانية تتجسد في عروق وفي شرايين مياسة. يا سلام، مياسة الشكل، مياسة العود، يا سلام على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات، زعفرانة على المركز الثاني تتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات على يا سلام، سعيد بن راشد العويسي اليوم متخربط مع رقم 11، يقول لي زعفرانة رقم واحد على المركز الثاني، لكن اللي على المركز الأول الآن على المركز الثاني، هذه من حافل السيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. يا سلام يا سلام، ركز يا أبو راشد، ركز، التركيز مطلوب. على نشوف على المركز الثاني، يا سلام، من حافو مياسة على مقدمة هذا الشوط، المنافسة قوية، على المقدمة. ها هي من حاف تتسلل على حساب مياسة إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. وفي المركز الثاني مياسة، في المركز الثاني للسيد صالح بن يمعة بن مبارك، وفي المركز الثالث نشبه للسيد عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، غزر للسيد سعيد بن محمد بن كراز المهيري، وفي المركز الخامس هملوله للسيد سعيد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، وفي المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس في هذه اللحظات،
المركز السادس، نشوف اللي في المركز السادس الشامخه للسيد احمد بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري، وصلت الى المركز السادس. وفي المركز السابع زعفرانه للسيد خالد بن عبد الله بن خميس بن سعيد، وفي المركز الثامن المركز الثامن شرايين للدكتور علي رضا الهاشمي، وفي المركز التاسع نشوف افكار للسيد خلفان بن سيف الغويص السويدي، شو افكار يا السويدي. وفي المركز العاشر وصل شعار الجريان، وصل شعار الجريان في هذه اللحظات. سجايا وصلت الى المركز العاشر للسيد خليفه بن حمد بن خليفه العطيه. هذه النتيجه. نرجع الى المقدمه، نرجع الى المنافسه. يا سلام على هذا الشوط، يتميز بالسرعه، يتميز بالتغييرات. ومنحاف على مقدمه هذا الشوط للسيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني غزر للسيد سعيد بن محمد بن كراز المهيري. يا سلام على هذا الشوط. المركز الثالث نشبه للسيد عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. المركز الرابع الشامخه للسيد احمد بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري. يا سلام المعركه شديده، المعركه شديده. يا سلام هنا نشبه رفعت رايه التهديد. منحاف على المقدمه، نشبه 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 الجميع غيرت الى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا نشبه 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 غيرت وانتقلت الى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد عبد الله بن علي بن رشيد الاجتبي. يا سلام، بنقول سلام سلام عليكم يا اهل العوير، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبه. تهانينا للسيد عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، تهانينا للدكتور دكتور الاصايل علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي. صباح الخير يا اهل العوير. المركز الثاني من حاف للسيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. وفي المركز الثالث سجايا للسيد خليفه بن حمد بن خليفه العطيه. وفي المركز الرابع شرايين للدكتور علي رضا الهاشمي. وفي المركز الخامس الشامخه للسيد احمد بن سالم بن مسمر بالقوبع المنصوري. هذه النتيجه والتوقيت الزمني، ساعه وصول نشبه الى خط النهايه بعدما تجاوزت 8 كيلومتر بكل جداره وبكل فوز وبكل افتخار. 12 دقيقه 58 جزئين من الثانيه. تهانينا للسيد عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي والناموس يا ابو محمد الذي وصلت في المركز الثاني. من حاف وصلت في المركز الثاني 13 دقيقة بالوفاء وبالتمام. 1-3-0-0-0. تهانينا للسيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي والذي وصلت في المركز الثالث. المركز الثالث سجايا 13 دقيقة 6 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا من العماق، تهانينا للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية.